ده يا جماعه الجراج، الشقه الجراج بتاع المجمع. وده المجمع ما شاء الله عمارتين بس. دلوقتي انتوا هتفرحوا جدا لما نخش دلوقتي، هتنبهروا ما شاء الله. طبعا في كاميرات، شايفين الكاميرات؟ وفي كاميرات طبعا. ما شاء الله شايفين حراسة 24 ساعة. شايفين المساحات الخضراء قد ايه ما شاء الله. طبعا الشقة هنا، لكن قبل ما نخش الشقة عايز اوريكم بس الايه باقي المساحة الخضراء. وطبعا ملعب السلة هنا كمان. والله الرياضة نعمة من عند ربنا، كل يوم تلعب كده ايه سلة في ملعب السلة ده. وهنا والاولاد وهم بيلعبوا في ملعب السلة او بيلعبوا هنا، انت بتقعد ايه جنبيهم وتشرب كوباية الشاي بتاعتك او تشرب كوباية الليمون. هنا بالليل هنا بيكون روعة ما شاء الله. شايفين البناء قد ايه جميل ما شاء الله، كانه يعتبر فندق. بنايه اول والبنايه الثانيه. وعلى فكره المساحه اللي انتم شايفينها دي كلها 8000 متر، ف 8000 متر بنايتين فقط، يعني عدد الشقق قليله، كل دور فيه 4 شقق بس، عكس المجمعات الثانيه اللي هي المكتظه بالشقق. دلوقتي يا جماعه يلا نخش اوريكم حمام السباحه واوريكم الرياضه. وطبعا هنا نظام نظام، شايفين الكاميرات كلها جالسه ما شاء الله، ناس محترمه جدا. وكل ها اي صاحب الدن اوه. قبل ما نطلع يا جماعه للشقه خلوني ايه افرجكم على حمام السباحه ما شاء الله. شكرا. وعلى فكره هنا في ايام للنساء وايام للرجال. بسم الله ما شاء الله. السباحه رياضه رياضه. وطبعا صالة الرياضة كمان اهي. تعالوا يا جماعة نتفرج ونشوف شقتنا الجميلة. وطبعا في كاميرات هنا. طبعا هنا ايه صالة ها ايه صالة التغيير الملابس وكده زي اي جيم بالظبط يا جماعه. بخار بس. غرفة البخار هنا، دي غرفة البخار. شو الجوزين شيبة. وغرفة تغيير الملابس هنا.
والملك كمان قال لي ديت هتكون زي مقهى كده كافيتيريا وكده. تعالوا يا جماعة نطلع لشقتنا. طبعا في 2 اسانسير. شقتنا في الدور 13. دلوقتي يا جماعه في باب للسلم هنا. طبعا في اسانسير. كل دور فيه 4 اشواق بس. وهنا ده السلم الحريق. دلوقتي هنخش الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المالك وابنه كده. احنا في الدور 13. شوفوا يا جماعة في 3 مستشفيات جنب المجمع. طبعا دي مكتوب فيها هوسبيتال. هوسبيتال يعني مستشفى. 3 مستشفيات وفي مدارس ما شاء الله جنب المجمع. المترو يا جماعة بصوا اشرح لكم. شايفين العربيات اللي هناك ديت؟ من هناك بالظبط 100 متر ماشي لمحطة مترو كرازلا، اللي هي من كرز للفاتح بالمترو حوالي 15 دقيقة كده بالفاتح. 15 دقيقة في الحدود ديت، 15-20 دقيقة أقصى حاجة. وطبعا العماير اللي هناك ديت باطي شهير. احنا فين؟ احنا في جونيشلي. جونيشلي ديت من أرقى المناطق في منطقة باجيلر. إحنا جنب المطار، مطار أتاتورك 3 كيلومتر، والمطار الجديد حوالي 20 كيلومتر. طبعا المكيفات هنا وما شاء الله البيت الواسع في الخير والبركة. يا رب يرزق كل واحد بيت واسع كبير إن شاء الله. نخش دلوقتي المطبخ. شيم دي بان تشيكيور فيديو تشيكيور. ما شاء الله زي ما احنا شايفين المطبخ واسع جدا وحلو. البلكونه اللي احنا شايفينها 15 متر عريضه وكبيره الواحد يتمشى فيها جدا. وشايفين عشان الاكل وكده وانتوا بتطبخوا الماسوره ديت عشان تطلع الدخان بتاع الاكل. انتوا من تحت كده محطة الاتوبيس من تحت كده اي مكان عايزين تروحوا فيه اسطنبول ما شاء الله. اي مكان تروحوا فيه على اسطنبول محطة الاتوبيسات بتمشي من قدام البيت عندكم.
ودي يا جماعة ما شاء الله المدرسة دي أورت أوكل يعني المدرسة المتوسطة بلدي بناس. وده مبنى البلدية أهو قدامكم على طول. الله تبرسن نيفارسا باجلر بلديسي. دي بلدية باجلر يا جماعة. باجلر بلديسي مول في اسطنبول. مول في اسطنبول اللي هناك يا جماعة. مول في اسطنبول. 4 كيلومتر. 4 كيلومتر يا جماعة من الشقة. مول في اسطنبول. جونيشلي بار. حديقة جونيشلي. في مركز. هنا يا جماعة. ما شاء الله حديقة كبيرة اللي هي حديقة جونيشلي المركز. إن يكون جامع ناردة. جامع بفعله. الجامعة يا جماعة. شايفين 100 متر. 100 متر. ناردة. بق من الرسم. بوم من الرسم. 100 متر دي. 100 متر دي. أهو يا جماعة يعني تنزلوا من تحت الجامعة. تمام. نكمل يا جماعة بقى الشقة طبعا. تمام بند دوم إذا جمش منه. نكمل الشقة ديت ما شاء الله 180 متر يوسكسان دي الما يوسكسان متر كم يوسدوكسان 190 متر نسافة خيور مثلا تشكر ادرم ما قالك يو شنو بان يا مدام بوز الناس كيف ماني متشين زرار لشمدي هاي تشكر ادرم تمام ميفا سوبر ما ميفا سوبر تمام يا ده بير ميفا دوال ميفا الراجل ده كريم جدا صاحب مصمم يقول لي على نسكافيه وقهوه قلت له لسه ما اكلتش فغلط النسكافيه والواحد على معده فاضيه قلت له لو في فاكهه ماشي نكمل يا جماعة باقي الشقة الجميلة ما شاء الله دي الغرفة الأولى جلب لك مثلا شجوك قولهم قولهم قل 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 ما شاء الله كل غرفة بيخش لها الشمس وغرف كبيرة شقة 190 متر قولهم بوري يا قلب ليرمسن قولهم 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 ديار أوضة كده بليرمسن ديار أوضة ديار أوضة وديت إيه غرفة الأولاد غرفة الولد هو عنده غرفة الولد وغرفة البنت اللي هناك غرفة طبعا مدفاة في كل غرفة ما شاء الله شوفوا يا جماعة المفروض دي تكون الغرفة الخامسة بؤرة ده بؤرة ده بؤرة ده كاش متر كاري الغرفة بؤرة ده بيش بيش اكي بوچا اكي بوچا تمام الغرفة ديت يا جماعة 5 متر طول 5 متر طول 2.5 وعرضها 2.5 يعني 5 متر حط فيها الايه الحاجات اللي هي الزايدة والكلام ده يعني المفروض 5+1 الشقة لكن نقول 4+1 بعد كده الحمام دي بعد كده يا جماعة الغرفة بتاعت البنت اللي هي الغرفة الثالثة ما شاء الله
Bu arada kaç tuvalet, kaç hammam burada? Dairede. Dairede? Hı. İki, bir tane ebeveyn banyosu var, bir tane de banyo var. Maşallah. İki tane yani. Di gurfet el nom ya cemaa el kebira. طبعا فيها الحمام عايز اوريه لكم iki tane klima var. Aa maşallah. Bir tane orada, bir tane salonda, iki tane klima. Klima bak orada. Şayfin el mukayif el tani, واحد في الصاله والثاني هو المكيف الثاني. الشمس ما شاء الله بتخش في كل مكان. باقر كوي فلوريا 10 دقيقه 8 كيلومتر. 8 كيلومتر من باقر كوي من فلوريا. يشيل كوي. من يشيل كوي. الملك وانا بصور بيتكلم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ما شاء الله معايا الملك. ابن الملك هو دلوقتي. الاطفال احباب الله. دلوقتي انا هسأله كل الاسئلة. ما شاء الله دي تعتبر فرصة كبيرة جدا جدا. اول حاجة بوردة بو اردة. شمدي بيز بو دايرة. بيز نردة يشمدي. بقول له احنا فين دلوقتي. بيز باجلر جنيشتي مركزي شو. احنا في باجلر. في المركز فين؟ جونيشلي ميدان. جونيشلي ميدان يعني في منطقة جونيشلي من أفضل المناطق ما شاء الله في باجرار. وخمس خمس عشر دقائق مشي لمحطة مترو كرازلي. وفي كمان محطة كمان قصادنا أبو أردا. وكمان في ما شاء الله من مول في اسطنبول 4 كيلومتر من هنا. شندي بيز كاتشنجي كات. احنا في أنهي دور دلوقتي؟ بيز أوني شنجي كات في الطابق 13. أبو أردا بو بناء كاتش كات. Bu bina otoparkla beraber 16 kat. Anlıyorum ama asansör daha ne yazıyor? Asansör 14. 14 kat. Kays yani bir kat daha var. He, bizim üstümüzde bir kat var. Yani cemaa delvati ihna faina fi dur faina. Bu arada şimdi fiyat ne kadar? Delvati ben sorayım ala sa'r. Fiyat ne kadar? Fiyat şu anda ben 2 sene önce bu daireyi 950 bin liraya aldım. قال من حوالي من سنتين اشترى الشقة ديت بكم؟ ب 950 ألف ليرة. شو عنده بو دايرينين فياتو أورتالاما شو عنده 1 مليون 200 سيبارندا ساتوريور. دلوقتي يا جماعة السعر الشقة حاليا دلوقتي السعر بتاعها في حدود 1,200,000 1,300,000 ليرة. طيب انت عايز تبيعها بكام دلوقتي؟ شمدي نيكادر ساتماك السيرسونوز؟ من شو عنده ان سون bu piyasaların sıkıntılarından dolayı en son vereceğimiz fiyat pazarlıksız 9,000-3,000 liraya bırakacağız. Ya cemaa dilwati بالنسبه للسوق وعشان هو محتاج دلوقتي فلوس السعر النهائي بدون فصال 900,000 ليره. شمدي دلوقتي انا اساله ايجار الشقه بكام؟ لو حاب مثلا انا اجرها يعني المشتري اجرها ويديها مثلا المستاجر بكم في الشهر؟ وعلى فكره ما شاء الله تسكن حبيب قلبي ربنا يخليك يا ابني ربنا يكرمك حبيبي. لطفا بس شن بيكون شيورز تمام؟ الشقة ديت ما شاء الله تصلح لعائلة عائلة عائلة لكن اللي عايزة تجارة استئجار اقول له بكام؟ بو أردا كرالك هر أي نقدر؟ كرالك ايفيت كرالك بوردا 3500 لا 3500 3500 لرا يعني حاضر كراجي وارد. دي يقول لكم ما شاء الله دلوقتي يا جماعه الايجار بتاعها 3500 ليره في الشهر.
طب دلوقتي انا اساله سؤال، اقول له دلوقتي انا اشتريت الشقه، ايه اللي يضمن لي اني اقدر اجيب مستاجر حالا دلوقتي؟ شمدي سيزبر شيء سورا جام طب اربو داي مثلا سام كبان مشتريين بابو داي رسطن الارسم مثل جارانتي على بليرم بير كراجي جلا بلير يعني كراجي فارما كراجي فارما بودا سيز يعني صاحب سنزه ben sahip sim satıyorum ben hazır kiracı içinde kalan bilirim 3 sene de peşin şeyden kesebiliriz diyor لك هو ما شاء الله صاحب الشقه قال ممكن بعد ما تشتروا الشقه هيأجرها منكم وهيدفع لكم في الشهر 3500 ليره ولو حابين كمان يدفع لكم مقدم 3 سنين مقدم 3 سنين ايجار وفي الشهر 3500 ليره فبسم الله ما شاء الله انا عمري ما شفت فرصه زي كده خالص في اسطنبول وشقه وريحه الشقه الجميله جدا والوسع بتاعها وكتجاره اللي عايز يشتريها ويبيعها على طول اللي عايز يشتريها وصاحب البيت هيأجرها منكم ب 3500 الف ليره ولو عايزين يدفع لكم مقدم 3 سنين هيدفع لكم شمدي سيزبر شيء سراجم طب بن شمدي فركتم بو الان يشلك Çok var değil mi? Var çok. Kaç metrekare? 6 dönüm. 6000 metre. 6 dönüm maşallah. Ana عارفين قلت له ايه دلوقتي قلت له احنا داخلين شايفين ما شاء الله المساحات الخضراء في المجمع كبيره وما فيش الا بنايين اكي بلوك صدق اكي بلوك وما شاء الله ما فيش الا بنايين اتنين بس بنايتين فقط وكل باقي مساحات خضراء قلت له كامل مساحه المجمع Kaç metre kare dediniz? 8000 8000 metre maşallah. Bussu binaytin fakat ve kulli dur fiyya 4 şuva ve albaii misahat khadra. Fe ihil gemel de. Ve ala fikre. Fil mugamma kullu ve fil bina de. Bütün bina bu daire bunun gibi satmak yok mu ya da sadece bu bina ya da iki bina? Burada sadece 4+1 olarak hiç yok. İki bina. 4+1 sadece 14 daire var sadece bu binada. Anladım. Bu iki blokta sadece 14 daire var. Diğerleri hepsi 3+1. Yani şimdi bu satmak için bu bina için sadece bu var. Sadece bu daire. Diğer bina var mı? Diğer yok. Bina 3+1. في نقطة مهمة جدا يا جماعة جدا تفرح قلبكم. في البناء الثاني 3 غرف وصالة، في البناء ده 4 وصالة. ما فيش للباع خالص الا هي ديت الوحيدة بس للباع، الباقيين طبعا مأجرينهم. Gerçekten ben size çok teşekkür ederim söylemek istiyorum. Bu başkorak cidden. Bir de şey söyleyeyim. Mesela binanın altı 20 tane dükkan var. Dükkanların altı da file market var. Maşallah. Tahta hena 20 dükkan, 20 süpermarket. Ne var? File market var. Maşallah. El o el mugammel. Fırın var, pastane var. Fırın, süpermarket, hudravat, lahme. بيك ماموس كافيه يشيل شام كافيهات كتيرة نونا كافيه كلها كافيهات وأهاوي تحت وسوبر ماركتات كل حاجة ما شاء الله تحت إيديكو على طول تحت إيديكو بينا ده كابالا هاوز بار ما شاء الله في البناء هنا فيتنس صالون اللي هو صالة رياضة في كمان حمام سباحة اللي هو المغلق عشان بخار بخار ما شاء الله صالة بخار حمام والحمام اللي هو الحمام التركي ساونا والساونا كمان ما شاء الله ساونا 8 دونم اوتوبارك هر دايره 2 اراج اوتوبارك 8000 متر ما شاء الله اللي هو الجراج ها هر دايره اوتوبارك 8 متر 8000 متر اما زاتن يشلك فار بوزدن يوكوخ يشيلين 6 ده اوتوبارك اه شوفوا يا جماعه ما شاء الله تحت المساحه الخضراء تحتيها تحت واحنا ماشيين في المجمع تحتيها اللي هو الايه الجراج ومساحه الجراج 8000 متر هر دايره بكيتان اوتوبار كرشكتان ما شاء الله لكل شقه عندها حقين تركن عربيتين لكل شقه ليها 2 جراج ما شاء الله başka bir şey söylemek ister misiniz başka Florya Bakırköy Yeşilköy 8 كيلومتر 10 دقيقه ده هوا alanı ما شاء الله 10 دقائق للمطار و 8 كيلومتر 8 كيلومتر فلوريا دان ها buradan فلوريا 8 كيلومتر من هنا لفلوريا 8 كيلومتر باكر كوي هوا alanı 8 كيلومتر 10 دقيقه gidiyorsun و هل من كم متر كم كيلومتر اتاتورك هوا limanı 8 كيلومتر
يعني اسطنبول هوا لمانه 20 كيلومتر. يا جماعة من مطار اسطنبول اللي هو أتاتورك 8 كيلومتر من هنا، المطار الجديد 20 كيلومتر. فيا جماعة عايز أقول بسم الله ما شاء الله، حقا أول مرة من ساعة ما اشتغلت في العقارات في تركيا أخش شقة زي كده الشمس بتخشها من كل الجهات، وما شاء الله موقع مركزي، وشقة صاحبها اشتراها من سنتين ب 950 ألف ليرة ودلوقتي بتساوي 1,200,000 1,300,000 ليرة. هو علشان محتاج دلوقتي هيبيعها بكام؟ ب 900,000 ليرة، اشتراها ب 950 نزل 50,000 والمفروض دلوقتي تتباع ب 1,200,000 1,300,000 هيبيعها ب 900,000 ليرة. وأحلى بيت اللي هو البيت اللي فيه الواسع البركة، فدي ما شاء الله فرصة كبيرة جدا. والخبر الجميل ان في المجمع ده في عرب مشتريين، يعني هتقدروا تاخدوا الطابو في نفس اليوم ان شاء الله. كل حتة لغاية ما تاخدوا الطابو، وبعد كده عايزين الكهرباء والمية والغاز على اسمكم هنكون معاكم. وعلى فكرة بالنسبة للعفش، الشقة بدون العفش اللي عايز يشتريها بالعفش بقرة ده مثلا الشارع سطين ارمات استرسة يعني قدر كارشة التلفزيون العفش. بص انت هتاخد بس المفتاح الشقة ستجي انا اختار هتاخد المفتاح الشقة ستجي انا اختار يوزئلي ليرة. يعني اللي عايز ياخدها بالعفش والكلام ده هو اشتراها ب 150,000 واشتراها من سنتين، فالعفش برضو جديد وكل حاجة ب 150,000. اللي مش عايز يشتريها بالعفش وكده ب 900,000 ليرة، وانا وشركه التركي ان شاء الله هنوديكم حل اثاث كويس ان شاء الله. شكرا جزيلا ونشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقه في اسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقه في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارح على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائله الكريمه، والحمد لله والشكر مع متابعه استاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبه وحلوه وشريكه المحترم. وانصح اي شخص يريد يشتري شقه في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنيه صافيه ومحترمين، والحمد لله والشكر واشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير وقدرنا ان نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقه. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعه، وكفونا نسيت ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين.
صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص تاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب ويختار شيء، وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسة منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو هو الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية ويا مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له.
لأنه دقة بالمواعيد. بقيت منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب أوجد للشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل اللي سكنك مريح لا ما مريح. يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني، أنا أول مرة لي هنا في إسطنبول مع الأخ علي جمال في إسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله، ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك للسياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعه دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجه رقم واحد بنشوف الشقه او العقار، لو سعره كويس ولقطه نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطه الثانيه، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيله، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطه. ثالث نقطه الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكيه. بنشوف الطابو
أيوة بنشوف الطابو صحيح أو مش صحيح، لأنها أمانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ إحنا. فدي أمانة كبيرة جدا. إحنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما إننا الحمد لله إحنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا إيه؟ بيشوفوا الأسعار. فأنت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي أنا بصمم فيها، أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا إن شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نوكولي. كويس، بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، إنكم ما تقلقوش، علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم إن شاء الله، وإحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم إن شاء الله. واتطمنوا، أتمنى إن شاء الله أشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.